واحد يعم على الثاني شيء، يعني يقول سر بينه وبين الثاني، يعني مثل خلي حسن قال لك سر تقول حق الشباب، اي شيء قال لك لا تقول حق احد، انت تقول حق الشباب، من فيهم قال لك سر لا تقول حق، انت تبي سر ولا موقف؟ اي شيء، لا ابي سر، ابي تفضح، ابي فضيحه. عندك فضيحه على احد؟ منو انت؟ عندك فضيحه على احد؟ على منو؟ انا عندي فضيحه على النفرين. منو؟ على حسن وعندي على ابو خليفه. قول. هو ما عنده الا انت. انا وانت بس. امس امس انت لحظه. طلع طلع هذا انا حطيت ساعه باطني تشد اللي تشد. انت نصاب وانا انصب منك. انصب منك؟ ايه يلا. شوف انا وانت. ترى كلنا ساكت. لا شوف شوف هذا هذا كل واحد طلع اللي بقلبه. وشهر رمضان يعني عشان عشان تتسامحون مع بعض صح؟ كل واحد يعطي الصراحه. امس يقول لي طالع ويا ابو علي زين مطعم. صح امس طالعين هو ابو علي صح؟ يقول والله يا ابو خليفه ناكل ويا بعض بس ابو علي يقوم بسرعه انا اللي ادفع الحساب. اخ ما قلت انا اقول عن ابو علي كذي؟ ها انا ما قلت الكلام هذا. ما قلت ها؟ لا ما قلت. والله انك انت عقرب رب انا ليش اتكلم؟ الحين اوريك اسمعك فويس. اخ طلع حتى اخوي يقول طلع. اخ اسمع الفويس. ايه شوف. شوف شوف. الحين يطلع. اسمع. اقول لك امس احنا رحنا انا ويا ابو علي. رحنا المجمع هذا اسمه 3 شكشي. يعني 360. عاد ولا؟ كل ما نطلب اكل. ليش طلبت التليفون؟ انا ادفع وما يدفع. لا ترضى اصغر خلنا نسمع يا ابو علي خلنا نسمع اذا خلنا نسمع خلنا نسمع الكنت بروحها كلها في 20 دينار القهوه اللي شربناها 5 دينار بقى عندي 15 دينار هذا بخيل حجر ما يدفع انت فضحتني عاد ولا الحين انا راح اقول حق ابو علي كل الكلام اللي تكلمت عليه عبارك انا ما عاد طلع 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 مسجل بس انت شنو طلع مسجل احترم نفسك عاد يلا شغل خل شوف انا ماني كبرك قاعد تقول هالكلام انا ماني كبرك ايه انا ماني كبرك شوف نفسك خلنا نسمع يا عمرو خلنا نسمع صراحه احنا خلينا نسمع دي طول بالك انا ما بالك طول بالك اسمع خليني اقول طول بالك طول بالك خليني اقول زين خليني اقول اسمعني اسمع خالي 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 زين طول بالك طول بالكم طولوا بالكم طولوا بالكم اقعد خليني افتك فوق قاعد تكفى قاعد عشان خاطر اقعد 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 خش انت وياه والله اقعد عليك سني اقعد قطعك بقطع روح دور شغلك انت والله قلت لك ابو خليفه وشغلك قطعك بضرب من ليش انا ريال اكبر منك تبي تسوي الشيء هذا كله كامل عدو ولا عشان ما ش... ما ما سمعك هالبوز البوز؟ ايه هاي بوز كان هي عندنا بوز سمعنا البوز سمعنا البوز نشوف لا تدخل انت ثاني شنو شوف تكلم عني خلص انا قاعد يلا خل اسمع وانت قايل من قبل تقول ما يدفع وكلها تروح وياه شو اسوي لك انا؟ اخ ابو خليفه؟ قايل لك انا من شفت اعرف عيون الا ما يدفع اخ شفت يا ابو علي؟ اخ فتان يقول لك الفتنه من قتل بينكم بينكم اسمع خليني اقول لك انت احنا امس ابو علي قال لي امس انت مو واحد 360 شو اسمه؟ منو
صلحنا 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 من البطلال انت ليش انت قاعد تصح العود حط كله اكل فيه وياكل صح هذه انا اشهد بطلال كل ما يروح كله بعيد مشكله ياكل شوي وارفع النعمه الله يقطع يعني لا تاخذ صاحي انا بعيد بعيد لا تصحي يرحم عليك انت بعد هذا شيء قدامي يعني افضحك شيء انت ما قصرت فيني بعد ما شاء الله عليك اي انا انت والثاني ابو خليل وانت اللي رحت بسلطه ورجعت البلد اللي عود هذا ولا وشعلك الليل عطيته بتخليك تشرب ما تشرب ما تشوفك انت حلو يا طماع يا بوال كل يوم رايح المدينة مكان غرقة عيب يا أخي كل واحد رزويت عليه ما نعرفه ندش عليه وناخذ غرق وما شاء الله هو ما يقصر يعبي الصحن كذي وياخذ زيادة حتى ما أدري الناس السلام عليكم طالع الصحن كذي أنت ليه لا يا رجال أكله نص الأكل ياكله نص الوجبة أنت أنت السلطة اللي أنت السلطة أخذ على قدي ما والبلد اللي أخذته الكبير هذا هي كلية الشبيه اللي عطيتها بكلينك عطيتها بخماتك برا أنا ما شفتك يا البوال لا متى أنت كلها تقط وجهك طبعاً كم عرس رحت وما تعرفهم ناس يقدروني يعزوني